أنا اسمي لبيب إبراهيم، لبيب إبراهيم جديس من محافظة صهاج مركز ساقولتة من دير الأنبا شمدة الشرقي بنجوع الرعينة، مدرس سكرتير مدرسة نجوع الرعينة الثانوية الصناعية. أنا عادي اتولدت وبعد كده كنت عادي بمشي، فبعد كده حصل إن أنا تعبت، فبعد ما تعبت خدت دروس خنية، فأنا معايا أبويا والدتي وأبويا ناس بسطة، وكان أيامها الطب ما كانش يتقدم كده يعني، فاللي حصل يعني إني كان في غالبا في علاج غلط أو حاجة زي كده، فديتي أدى اللي هو إني أدى بشلل نصفي اللي هو أنا بالبيد دلوقتي ما بقدرش أمشي خالص. هو ربنا موجود في حياتي في كل حاجة يعني، فعلا كان ربنا موجود في حياتي من بداية طفولتي حتى الآن يعني. أكتر حاجة تثبت ربنا موجودة في حياتي إن تحول إن حد المفروض يبقى مخدوم، إن يتخدم، إن الناس مثلا تيجي تعطف عليه أو الناس تدي له بركة أو الكلام ده كله، بوجود ربنا في حياتي تحولت الخادم يعني، بدل ما الناس هي اللي بتيجي تخدمني لا بقيت أنا اللي بخدم الناس. دي حاجة. الحاجة التانية برضي أكتر حاجات برضي إن هي تثبت لي ربنا موجودة في حياتي إن ربنا كرمني بجوزة صالحة بأولاد فلتقوس ونبيل، دي برضه من الحاجات اللي ربنا ايه بحس بيها ان ربنا موجود في حياتي. اكتر حاجه برضه تحسس الواحد ان ربنا موجود في حياته ان ربنا اتاح له الفرصه للواحد ان يخد بركه الخدمه. الخدمه دي بركه كبيره جدا، الواحد بياخدها في مجالات كثيره. انا بالنسبه لي ببقى سعيد جدا جدا لما بخدم اي حد. خدت دورة تعداد خدام تبع الأنبا برقام، دي كانت في البداية خالص، بعد كده فقلت لا يعني التعليم حاجة كويسة، فروحت قدمت في الدراسات اللاهوتية. حاليا أنا في سنة رابعة في مطرانية الأخباط للرزوكس بأخميم وساقولتة، هودية تابعت بينا وبين القرية بتاعتي حوالي 36 كيلو، 36 كيلو رايح و 36 كيلو جاي، فأنا بروح بالموتوسيكل بتاعي، والمشوار بيبقى صعب في الشتاء وفي ظروف الشتاء وكده المشوار بيبقى صعب، لكن يعني نشكر ربنا أنا عمري ما حسيت إن أنا معاق، لأن المعاق دايما بيحتاج إن حد يخدمه، بيبقى قاعد في البيت بيستنى حد يجي يحسن عليه، بيستنى حد يجي يديله، لكن أنا نشكر ربنا الناس هنا بتيجي وبتلجأ لي إن أنا بعمل لها خدمات.